طبعا هنا تكمل إلى السؤال، طبعا قطع التسجيل فمش مشكلة، هنا فيديو صغير بس يوضح. طبعا هنا إيش، لما بعد ما وجدنا R وقيمة R of X طلعت، قسمنا المعادلة على X تكعيب حسب الستاندرد فورم، إذا طلعت قيمة X of X 4 لأن R of X قيمتها طلعت X لن ال X. نيجي منعوض في القانون اللي هو واي بي عشان يطلع عندي. فاذا هنا انا عندي واي بي تساوي واي واحد اكس، عوضنا اكس انتجريشن اكس 4 على 2 اكس تكعيب اكس لان الاكس دي اكس بلس اكس تربيع انتجريشن ماينس 2 اكس اكس تكعيب على 2 اكس تكعيب اكس لان الاكس دي اكس بلس اكس مرفوع اكس تكعيب انتجريشن، هذه اكس ثلاثة، هذه اكس ثلاثة اللي هي واي ثري، اللي هي واي ثري بلس اكس تكعيب انتجريشن اكس تربيع على اثنين اكس تكعيب اكس لان الاكس دي اكس. هنا طبعا انا عندي الاثنين بطلعها برا لانه اللي هو التربيع انا عندي، فاذا الكونستنت بيطلع برا، اذا بصفي بالصيغه التالي المعادله هون بيختصرن مع بعض وهون الاثنين بتطلع برا، فبصير عندي اكس تربيع لان الاكس دي اكس ماينس اكس تربيع انتجريشن اكس لن الاكس دي اكس بلس اكس تكعيب على 2 انتجريشن لن الاكس دي اكس. هنا انا عندي في عندي هذه متطابقه لن الاكس دي اكس هي اكس لن الاكس ماينس اكس، هذا بالنسبه الى لن الاكس اللي هي لهذه هون. انا ممكن لن الاكس ايش هذه، عفوا هي هذه لن الاكس، هذه مطبق لها. اما هنا بلاحظ الباور بظل ينزل حتى صار هو زيرو، اذا بطبق القاعده هذه المتطابقه، لما بطبقها فاذا بتطلع عندي بالشكل التالي واي بي. واي بي بعد ما بعد ما تبسط المعادله تجمع وتطرح، بتطبق الطبقه هذه ان، هاي ان، هذه ان، بتعوض عن ان عن قيم ان هون في كل حد، وبطلع الحدود هذه عندك هون. في واي بي تساوي اكس 4 على 6 في لن الاكس ماينس 1 11 على 6 واي بي، اذا بجمع الحدود كلها، هذه واي اتش بلس واي بي. هون انا هذه عندي اللي هو الايكويجن كالتالي. هذا هيك بكون انهينا اللي هو محاضرات شابتر الثاني لكتشر رقم 5 الهاير اوردر. احنا بالنسبه للي هو للموديلنج هذا خليه للاطلاع، احنا بنكتفي بالسكند اوردر، بالفيرست اوردر لما اخذنا الموديلنج. في السكند اوردر انت اطلع عليه وشوفه، هذا لما تاخذ ريال طبعا راح تطلع، لما تطبق معادله الكفاءات راح تطلع اللي هو عندك، خلينا نحكي راح يطلع عندك اللي هو second order differential equation.